مساء الخير حبيباتي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. حبيباتي اليوم انا عطلة تبعتي وصحيت توني طبعا متاخره كسوله وقاعده اشرب الكافي تبعتي، فحابه نهايه الاسبوع ادي اعتبر حابه اسوي لي هاي الوصفه. صراحه الوصفه اللي انا بتقيد دائما فيها كانه الدواء تبعي، يعني كيف الدواء عنده موعد عندي، هذه الوصفه عندها موعد عندي، يعني على الاقل اعملها بالاسبوع مره. طيب كتير كويسه وكتير حلوه هاي الوصفه، هي تجعل البشره، يعني كيف بدي اوصف لكم اياها عشان توصل لكم المعلومة، تخلي البشرة كأنك أصغر من عمرك، تعطيك أصغر من عمرك. طيب وصفة جد، يعني أنا بعتبرها زي ما بيحكوا وصفة سحرية، سحر للوجه تعتبر. أنا بالنسبة إلي الوجه بعتبرها تعمل سحر الوجه، وصفة سحرية بالنسبة أنا إلي، ما بدي أقولكم إلكم، إلي أنا إلي شخصيا أعتبرها وصفة سحرية للوجه. هاي الوصفة هي بتجنب الوجه من علامات الشيخوخة، يعني كل النساء بعد 40 تبلش في علامات، شلون نقول، ما بدي أقول الشيخوخة، علامات التجاعيد بالوجه. فهاي الوصفة هي أنا الوصفة السحرية لوجهي أعتبرها، كتير منيحة، تعطيني رطوبة، تبعد هذه الخطوط من الوجه، طبيعية وفعالة بنفس الوقت، تستعمل لتجميل البشرة، يعني اللي بدها تجمل بشرتها بتجملها بهاي الوصفة ولو بالسبوع مرة. اللي ما عندها كتير تجاعيد بوجهها تعملها بالسبوع مرة، يعني أنا كل أسبوع مرة أعملها عشان أتجنب التجاعيد، هي وصفة لتجنب التجاعيد زين، وتقضي على التجاعيد كمان والخطوط. اللي عندها كتير تجاعيد بوجهها تستعملها بالسبوع مرتين زين. هي وصفة كتير فعالة وتستعمل أكثر النجمات والمشاهير يستعملوها، وبالشغلكم يعني يستعملوها بالصالونات التجميل الكبيرة، بس هاي الوصفة تكون بعيدة عن الأنظار، يعني بعيدة عن نظركم، بدون ما تشوفوها هي تنحط على وجهكم، تشوفون عسل جايدة يدخل على الوجه بس ما تعرفون العسل شو معاه قاعد يدخل. طيب بس هي هاي الوصفة الأصلية اللي تدخل على الوجه. طيب هي كمان ترطب البشرة وتقاوم التجاعيد زي ما حكيت لكم. موادها كلش بسيطة وإن شاء الله موجودة بكل بيت زين، وأنا سبق وحكيت لكم عنها، يعني بس أعطيتكم إياها بصيغة تانية. طيب وراح أعطيكم الصيغة التانية كمان تبعتها للي ما عنده عسل، راح يعملها بال شلون نقول، اللي ما عنده عسل بشغلة تانية، بس أنا اللي عنده عسل أفضل كمان يستعملها، لأن العسل راح يرطب البشرة من الأعماق زين، ويفتح المسام، وبهاي الحالة راح نقضي على هاي التجاعيد. أول إشي حبيباتي راح تاخذون ملعقة يعني من السودة الكربونات، أنا معودتكم عليها. طيب يعني راح تاخذون شلون نقول هيك مسح، يعني تقريبا نقول نص الملعقة، طلعوا أنا مسحتها مسح، لو بدي أجمعها مع بعض تطلع نص الملعقة، أو تمسحوها هيك مسح زين، ملعقة صغيرة جدا اللي هي تبعت الشاي. طيب تحطوها هيك مع بعض زين، وكمان شو بدنا نحط، بدنا نخلي معاها هاي الكربونات، خليها قدامكم، بدنا نخلي معاها قليل جدا من العسل، يعني تقريبا ملعقة وسط طيب من العسل. اليوم عندنا الجو ثلج، يعني ثلج مو ثلج أي حكي، طيب جو قاعد ينزل ثلج مو طبيعي، وراح تخلطوه حبايبي هيك مع بعض. طيب خلطوها بحيث تحصلوا على عجينة
متماسكة. طيب العجينة متماسكة طلعوا. وبهاي الحالة أنا حابة بحكي لكم شغلة، تستعملون زيت اللافندر. ليش زيت اللافندر معاها؟ بضع قطرات من زيت اللافندر، لأن اللافندر منعش للبشرة، رح يفتح المسامات مال البشرة. زين، بس انتوا رح تسوون شغلة أعلمكم كيف تستعملوها قبل ما تحطون هذا الماسك. هاي هيك طلعوا صارت مثل العجينة. رح نخلي بضع قطرات من زيت اللافندر. أنا حطيت طلعوا بتبعت ملة مملحة، بضع قطرات من اللافندر. طيب، وتخلطوه هيك مع بعض. بحالة اللي ما عندها لافندر تقدر تحط أي زيت هي تفضل الوجهة، ويعني متعودة تحط بوجهة. بحالة أبد ما عندك ولا زيت تقدري تحطين زيت الزيتون، كتير كويس للبشرة. هيك حبيباتي هذا الماسك خلاص. كيف طريقة استعماله؟ رح أحكيكم على طريقة استعماله. حبيباتي أول ما تصحون من الصبح أو حبيتي تخليه بأي وقت، بس أنا دائما هسا يعني هسكر الفيديو رح أروح أسويه، لأني أنا حابة أسويه فرد عرضة لكم. تاخدين تروحين تغسلين وجهك بالماء الدافي، بعدين تاخدين لك منشفة. طيب، وهيك منشفة نقول، وتبليها بمية سخنة. طيب، بعدين تخليها شوية تدفى وتاخديها تقول هذا وجهك وتحطيها هيك على الوجه. طيب، هيك تسويها على الوجه، بعدين تسكريها وتعملين فيها هيك زي الطبطبة، هيك على وجهك، هيك هيك زي الطبطبة، هيك تفركين فيها وجهك كله كله، وبعدين تسكرين هيك وجهك وتخليها. ليش هاي العملية؟ أنا صراحة أكون كلش صادقة معاكم، أنا أبدا ما أسوي الحمام البخاري. زين، ما بعرف، أحس يجفف وجهي، وأنا أحس الحرارة تبعته. أنا هيك عندي قناعة بتعمل لي تجاعيد وهيك، وما أحب أصلا يصير بوجهي تجاعيد، ما أحب صراحة، بنشف وجهي. فأنا العملية اللي تبخير اللي أسويه بوجهي هاي هي العملية. يعني حتى لو بدي شان تقولوا لي أعشاب وما أعشاب، أحط أبخ وجهي بالأعشاب، بالبابونج، بالشاي الأخضر، بأوراق الغار، وأسوي منشفة سخنة وأحطها هيك هيك، أحطها على وجهي. طيب، وأطبطب فيها وجهي. هاي هي العملية اللي أنا أسوي فيها الحمام البخاري صراحة الوجهي، زين، لأني ما أحب شو تقولون الحمام البخاري، هاي طبيعتي. بس حاولوا يعني ظلوا هيك دقيقتين وأنتوا بالمية السخنة، حتى لو منشفة هي صغيرة، وحاولوا هيك سووا، افتحوا المسامات تبعت وجهكم ولو دقيقتين وانتوا تعملون هيك. بعد ما كملتوا من هذا الشيء شو راح تعملوا؟ راح تاخذون نقول، طيب عشان عيونكم ما فتن، تاخذوه وتحطوه هيك على وجهكم وتظلون على شكل شلون دائري تسووا في الوجه تبعكم. تظلون حبايبي هيك تفركون فيه، حتى تحت العين لا ما بتفركوا، تحت العين تحطوه وتطبطبوا هيك طبطبة خفيفة خفيفة تحت العين، فوق العين تغمضوا هيك طبطبة خفيفة، هيك طبطبة هيك هيك. طيب، حتى لو بذني هيك هيك باثنين أصابعكم طبطبة كلش خفيفة تحت العين. الوجه الباقي هذا نقول بين التوم هيك تعملوا. طيب، هيك هيك بعكس أقرب ساعة، مرة هيك مرة هيك مرة هيك مرة هيك. طيب، تفتحوا كل المسامات تبعتكم. بعد ما سويتوا هيك حبيباتي، هو على فكرة يسوي قليل من الحمار بالوجه اللي ما متعودة. أنا متعودة ما بيسوي، بس أول ما بلشت فيها سوى عندي حمار، بس هذا الحمار عادة لأنه من التفريك والهذي هيك يصير. يعني أبدا لا تخافوا، ظلوا هيك تقريبا دقيقتين وتتفركوا، بعديها سيبوا وجهكم تقريبا كمان نقول 5 دقائق، 7 دقائق، 8 دقائق، ما راح يضر. بعديها غسلي وجهك بالماء الفاتر، بعدين بالماء البارد، بعدين حبيباتي يا ريت شلون نقول بالماء الورد تبخي وجهك، بورق الغار تبخي وجهك،
شو نقول بالماء مال الحمضيات، اذا متعوده تحطيها على وجهك بشاي اخضر تمشي على وجهك، اي شيء انت المهم بتحاولين ترطبي وجهك. بعدين هذه الوصفة كتير حلوة تطلع، كتير منيحة للوجه، تحارب علامات التقدم بالسن. أتمنى من عندكم حبيباتي إنكم تعملوها ولو بالسبوع مرة، اللي ما عندها تجاعيد كتيرة، اللي عندها تجاعيد كتيرة تعملها بالسبوع مرتين. هذه الوصفة حل للتوازن، شلون نقول توازن البشرة، تعيد توازنها، تعيد توازن البشرة من أول وجديد، تعيد إنتاج الكولاجين بالوجه، تخليها حافز لإعادة إنتاج الكولاجين بالوجه. أتمنى من عندكم حبيباتي إنها هاي الوصفة كتير عجبتكم، بس لا تنسوا حبيباتي أرجع وأوصيكم ضلوا دلكوا عشان نخلي الزيوت والعسل والهذا يتغلغل تحت الجلد وتترطب البشرة، ونقول تستفاد من العسل وهاي الوصفة. بحالة قبل ما أنسى، بحالة ما عندك عسل، مع أني أنا أفضل العسل بهاي الوصفة، حالة ما عندك عسل تقدرين نفس الوصفة بالضبط، بس بدال العسل تحطين جوز الهند، كمان كتير كويس وكتير منيح للبشرة، وتسوين نفس الخطوات اللي قلت لكم إياها قبل استعمال الماسك. لازم تفتحون مسامات البشرة زي ما علمتكم. هيك حبيباتي خلصت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأتمنى من عندكم حبيباتي أنكم تفعلوا الجرس، وبنفس الوقت تعملوا لي لايك، ومع السلامة.